بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو. كيسك فوز غيفية، ماذا فعلت أمس؟ روبا عنده 17 سنة بيقول جسويزا ليو سانتر كوميرسيال. أنا ذهبت إلى المركز التجاري أفيك ميزامي مع أصدقائي بور غاشيتي غانوفو جو فيديو لشراء ألعاب لعبة فيديو جديد. On a choisi notre jeu vidéo préféré. احنا اخترنا لعبتنا بتاعت الفيديو المفضلة. C'est cool de pouvoir discuter avec le vendeur passionné. يعني انه رائع ان تستطيع ان تتناقش مع البائعين العاشقين اللي بيحبوا الموضوع ده. Qui nous ont donné des conseils, اللي دونا نصايح sur le meilleur jeu du moment, على الالعاب المفضلة او الاحسن لهذه الايام. سيسيل عندها 16 سنة بتقول جي سويس علي شي لو كوافير. انا ذهبت الى الكوافير بور مي فير نوفيل كوب عشان اعمل قصة جديدة. جي تروفي ان سالون دو كوافير سوبر سامبا بري دو شيمو. انا وجدت كوافير رائع جدا بجانبي او حيث الاكوافيز حيث المصففة مي ادوني اعطتني نصايح سيغ لاكوب عن القصة. Je suis vraiment content du résultat. انا سعيدة جدا بالنتائج. انطوان عنده 19 سنة بيقول شي باسي لا جورني ا شيرشي اون نوفال بير دو باسكيت. يعني انا قضيت النهار في البحث عن زوج من الاحذية الرياضية. Je suis allé dans plusieurs magasins. ذهبت إلى عديد من المحلات دي شوسيق دي سبورت للأحذية الرياضية بور كومباري لي موديل عشان أقارن ما بين الأنماط والأسعار. في المو أخيرا جي تروفي إن بير كومي أ بلو بوكو. وجدت زوج عجبني كتير. ماريا عندها 18 عام. ماريا عندها 18 سنة بتقول جي سويس علي اين ليبراري. انا ذهبت الى مكتبة بوراشي تاخدي ليف لشراء كتب بورمي كوغ الانفرسيتي لمحاضراتي في الجامعة. سات ليبراري هذه المكتبة اين سيليكسيون بتمتلك مجموعة هائلة من الكتب الاكاديمية. بائعين المكتبة كانوا تري بروفيشنال محترفين جدا ونصحوني أن أجد كتب أو ساعدوني أن أنا أجد الكتب المطلوبة. سجن هؤلاء الشباب بيعبروا عن آرائهم، بيصفوا الأماكن المفضلة في عطلة نهاية الأسبوع، بيتكلموا عن أنشطتهم اليومية، بيحكوا الأنشطة لمدة يوم واحد. طبعا هو بيحكوا النشاط لمدة يوم واحد فعلا. في الجملة اللي بعدها بتقول مين اللي بيشتري كتب جامعية؟ طبعا ماريه هي اللي بتشتري كتب جامعية. بوربيان شوازيغ سي باسكيت. أنطوان استشار أصحابه، بحث عن الإنترنت، تناقش مع البائعين، ذهب لعديد من المحلات. هي دي بقى ذهب لعديد من الإيه؟ من المحلات. هنا سيسيل يعني خدت النصيحة إلى أعطت نصيحة لماريه، ولا بتحب الأصوات الجديدة، ولا هي بتسكن بعيدا عن الصالون، ولا بتعشق القراءة. لا هي طبعا بتحب الأصوات الجديدة. ام لينو فالكوب ده بالنسبة لسيسيل. احنا قلنا هنا ايير امس روبير سورتي بور، يعني روبير خرج عشان ايه؟ طبعا هو راح يشتري جو فيديو، يشتري كتب اكاديمية، ولا يلعب العاب فيديو، ولا يشتري لعبة فيديو جديدة، ولا يشتري شوسير يعني حذاء. طبعا احنا خدنا قدام دي داكور. في القطعة الثانية هنا مكتوب عندنا تيو بعت لمارك بيقول له لا فيد انيفرسير، حفل عيد الميلاد ان فامي
في جو عائلي توجور مومون سبيسيال اي ميموغابل، يعني لحظة خاصة ولا تنسى، يعني مميز. ساتاني هذا العام نو زافو ديسيدي احنا قررنا دولا سيليبري ان نحتفل دون نوتر جاردان في حديقتنا، نحتفل بها في حديقتنا محاطين بالاقارب. لا داتي فيكسي، يعني تاريخ كان ثابت محدد، يعني 15 جوان يونيو في الساعة 3 بور بريباري لا فات لاستعداد الحفلة. نو زافو ديكوري زينا لو جاردان الحديقة اي مي ان جروند تابل، وضعنا مائدة كبيرة بور كوير لاستقبال تو لي زونفيتي كل المدعوين. ماميغا بريباري والدتي جهزت ان ديليسيو جاتو، جاتو لذيز دانيفرسير لعيد الميلاد. مون بير اجريجي والدي شوى الهامبرجر لافيت او حمر، يعني في ماميغا بريباري لافيت كومونسي. الحفله بدات في الساعه 6 جيست بالضبط لورسكو لا فامي، عندما العائله ايتاريفي وصلت. نوزافو شونتي كلنا تو شونتي، غنينا جو انيفرسير عيد ميلاد سعيد جيسوفلي، وانا سفرت او طفيت هنا طفيت الشمعة سيغ مون جاتو على الجاتو بتاعي. انسويت بعد ذلك نوزافو تو بري بلاس، كل واحد خد مكانه وتور دو لا تابل حول المائدة بور ديغوستي لي ديليسيو بلا، لتذوق الاطباق الجميلة المعدة بواسطة والدي. دونو جاردان في الحديقة ليزادولت، الشباب او البالغين تناقشوا. نو ليزونفون، احنا بقى الاطفال جو دي جو لعبنا العاب في الحديقه. حوالي الساعه 5 كده نوزافو اوفر لو كادو، فتحنا الهدايا كو مي بارون اي مي غران بارون مي اون اوفر، الوالدايا وجدايا قدموا هالي عندنا. داكور لا سواري في السهرة سي تيرميني، السهرة انتهت دون لو جاردان في الحديقة. او نو زافو تو بارتاجي دو زيستوار، حيث تشاركنا جميعا القصص والذكريات وتور دو ان بون فيغ دو لوموناد حول عصير الليموناد الجميل. انها لحظة شالغو ممتعة او مليئة بالحيوية كي أترميني التي انتهت ساتبل جورني دانيفرسير فامي، التي أنهت هذا اليوم الجميل لعيد الميلاد العائلي. تيو بيصف العيلة تحته، بيدعو أصدقاء الحفلة، بتحدث عن حفل عيد ميلاد، بينظم حفلة تنكرية. لا هو هنا بتحدث عن حفل، حفلة تيو كانت في الشتاء ولا في الصيف ولا في الخريف ولا في مش عارف ايه، المهم هي اخذت 15 يونيو، و15 يونيو ده احنا لسه في الربيع، يعني ما زال، لان الصيف بيبتدي 21 يبقى احنا ما زلنا بنكون في الربيع في 15 يوم. تيو احتفل بهذه الاوكازيون في الحد تيو اسيليبري سات اوكازيون، احتفل بهذه المناسبة دون ان بارك في الحديقة، دون ساميزون في منزله، دون كلوب بروش في نادي قريب طبعا هنا ولا شيء سي جرون بارون، طبعا هو احتفل عنده في منزله في حديقتنا يبقى ساميزون. فير سانكير حوالي الساعة 5 دولا بريميدي تيو لعب في الحديقة، طفى الشمع، تذوق ولا فتح الهدايا، طبعا هو قال لي حوالي الساعة 17 كده نوزا بوغري لكادو فتحنا الهدايا. بنولا فات ليزونفون، الأطفال استمتعوا كتير، صحيح شاهدوا فيلم أحضروا ولا ساعدوا، لا هم استمتعوا كتير. أنا بورتي دي سوفونير، استحضروا الذكريات، أعتقد استحضروا الذكريات دي كويس صح. طيب تعالى كده لسواري في السهرة، بس السهرة ترميني لا هي يبقى استمتعوا كتير. بين دول سواري أثناء السهرة لممبر دولا فامي تناولوا مشروبات شود ساخنة ولا شاو الهامبرجر ولا تشاركوا الذكريات ولا زينوا، طبعا تشاركوا الذكريات، تشاركوا في الذكريات. في الجملة اللي بعدها فوترا مي صديقة فوديو موندي بيسألك ليزي كيب مونسيسير بور فير دو لابوكس، المعدات الضرورية لممارسة الملاكمة، ديغون سبيسيو قفازات خاصة ولا كرة ومضربين ولا كرة كبيرة وزي رياضي ولا ترابيزة وشبكة، طبعا هي قفازات خاصة. Au marché, في السوق, vous voulez acheter des bombes, انت عايز تشتري تفاح، كاسكو فو دي تو فوندير، ماذا تقول للباع؟ بتقول 2 كيلو من فضلك، ما بتقولش 2 لتر ولا 2 متر ولا دوبول، دوبول يعني بولتين، يعني لكرة المعلقة اللي عاملة زي الكرة دي.
فودي موندي، يعني انت بتسال افوت رامي صديقك سباسيون سبورتيف عن هوايته الرياضيه، هو بيقول ايه؟ انا بفضل الرسم ولا بعشق الصيد، ولا طبعا انا بحب الماكت السجاده، ولا جيم لو جو دو سوسيتي، انا بحب الالعاب الاجتماعيه. طبعا هي الشخص الصيد لان ده رياضه عنيفه شويه. دون زان ريستورون، في مطعم، لو غارسون فو ديموند، يعني الجارسون بيسالك سو كو فو فولي مانجي، ماذا تريد ان تاكل. هنقول تاني، في المطعم الجارسون بيسالك ماذا تريد ان تاكل، فانا عايز ميه غازيه، ولا انا اريد مشروبات طازجه، ولا شاي باللبن، ولا سمك مشوي. طبعا من فضلك فدي سمك مشوي. فوز اكسبليكي او ميدسان، يعني انت بتشرح للطبيب او بتفصل له، يعني كومو فو فو سونتي، كيف تشعر. فانت هتقول له جي سوي كونتون، انا سعيد، ده شعور برضو كويس. ولما الجو بيبقى برد، انا ببتدي بلوفر، ولا انا عندي ميعاد مهم، ولا بجد صعوبات في النوم الطبيعي. هي دي بقى، بجد صعوبات في النوم الطبيعي، لان الدكتور هيحل لي المشكله بتاعتي، لكن انا مسرور، الطبيب مش هيحل لي حاجه، هيقول لي يا بخت. فو دي موندي ا فوتر امي، انت بتسال صديقك دو كوا اون بيزوان بور لو كور دو جيو، يعني احنا محتاجين ايه لحصه الجغرافيا. طبعا احنا عندنا جغرافيا الساعه 9، ولا بنستخدم الاطلس؟ طبعا ايوه، هي الاطلس دي. ولا محتاجين قاموس، ولا محتاجين عندنا حصتين جغرافيا يوم الثلاث. نو بتاخد فعل في اخره او ان اس، ما شاء الله كل الافعال في اخرها او ان اس. طيب يبقى في حاجة، طب نشوف الحاجة. فير عايز دو بعده، جوي عايز اه بعده، يمشي ده خلاص تمام. اما يفضل ويمارس، دول بياخدوا دايما ادوات معرفة. هير امس جي مونجي، انا كلت في جاتو، ودي كمية، يبقى انا عايز حاجة فيها دو، يبقى هاخد بوكو دو، لان مفيش حاجة فيها دو خالص. بوكو وترو محتاجة دو بعدها عشان تحدد الكمية دي انا واخد ايه، اما تري بيجي بعدها صفر. فوزيت لي على فيت، انت بتذهب الى الحفلة زوي، انت هتروح حفلة زوي؟ فقال له نعم، احنا هنذهب اليها عندها، فهتاخد الكريك. اما بلاقي فيرب عليه، زي ما قلت مرارا وتكرارا، طالما فيرب عليه هو الفعل الاساسي في الجمل، فبختار قبله كريك على طول. فو فو سونتي، يبقى كومو مع، خلي بالك، كومو فو فو سونتي احنا خدناها في الوحدة الرابعة، يعني كيف تشعر او بتشعر انت بايه. جام فير، انا بحب امارس فير، احنا قلنا بتاخد دو بعدها، هنا هيبقى دي طبعا، لان كلمة باتا اجلاس دي كلمة مذكر، فهناخد لها دي، ودي معناها تزلج. جو نو فوا، انا لا ارى، دون لا كلاس، لا ارى احد، من شايف حد او من شايف حاجة في الفصل اثناء الفسحة. ما عنديش كلمة حاجة اللي هي ريال، بس عندي كلمة حد، انا مش شايف حد في الفصل اثناء الفسحة، كله نزل بيلعب، ده على حسب، فهستبعد جاميه وبليو سوفون، طبعا مستبعدة تماما لانها بتاعت اسبانيا. هير امس مون بير، والدي، خلي بالك من والدي، هنا عندنا يعادل الضمير هو. طيب انا عندي قبلها مون بير، قبلها كلمة اياه، وهير امس بتدل على الباسي كومسي اللي هو الماضي المركب. طيب هنا هناخد فعل مسبوق بافوار او اتري، يبقى ابر دي سون تليفون بورتابل، فقد محموله، التليفون محمول بتاعه. طبعا دي مستقبل، مش هتنفع مضارع، مضارع مش هتنفع طبعا، ده تصريف عنه بعيد خالص عننا. افيش دي كلمه مؤنث، هناخد سات، سات افيش مي بلي بوكو، هذه الاعلان او هذه الصوره بتعجبني كثيرا. لا شامبر اي تاكوتي، يعني الغرفه بجانب تواليت، تواليت طبعا جمع زي ما انتم عارفين، هناخد دي معاها. الاسكالاد اي لا ليت سون دو سبور دي جيرو، الصفة طبعا هنا عايدة على كلمة سبور، رياضة. مون بير، والدي، مترو، بيضع كثيرا من السكر دو طبعا، لأن كلمة رو دي ظرف من ظروف الكمية. تي تي نيم با كي تي لافيل، انت ما بتحبش تترك المدينه. بوركوا تي بريفير لا في اون فيل، ليه بتحب الحياه في المدينه؟ بارتيكول يا بوكو دو اكتيفيتي افير، لان في طبعا انشطه كتير ان انا اعملها. طيب كال اكتيفيتي ام تي فير اون فيل، ايه النشاط اللي انت بتحب تعمله؟ جيم لا لكتير، جي ام اليغ على بيبليوتيك وسينما، حط اي انشطه انت عايزها بقى زي ما انت عايز اكتب. وده طبعا من الموضوع بتاع مزايا المدن والريف، ولو احنا عاوزين الموضوع ده بيبقى سهل بالنسبه لنا.
قلت برياضة فردية عندك المواضيع، يمكن أنا لسه منزلها امبارح تاني مرة تانية، المواضيع مجمعة كلها حوالي 4 ملفات أو 5، فيهم أي موضوع أنت محتاجه بإذن الله هتلاقيه موجود عندك. اكتب عن الرياضات الفردية، هتكتب عنها زيها والمعدات بتاعتها. أنا قلت اكتب بخط كويس، ابعت على التليجرام هنصححهولك، في اكتر من مشرف على الجروب فممكن يصحح لك بسهولة، وانا بدخل برضو اصحح لو اي حاجة موجودة باذن الله. تعال نشوف الامتحان رقم 33. شوف القطعة، جميل القطعة دي، بتقول جي في على كومباني، انا بعيش في الريف دي، وي مون انفونس منذ طفولتي، اي جادور باسي مي جورني، وبحب اقضي ايامي السي هنا، ما في اي تري ديفيرونت، حياتي مختلفة جدا دو لا في دو بيرسون كي فيفون فيل، عن الاشخاص اللي بيعيشوا في المدينة. جي مي ريفي تو، انا بستيقظ مبكرا لو ماتان في الصباح، بور بروفيتو لا كالم، الاستفادة بالهدوء، اي دو لا ترانكليتي، والهدوء برضو. ماشي، دول ناتير وهدوء الطبيعة أو روقان الطبيعة. أبري لو بيتي دي جنير، بعد الفطار، جيد مي بارون، بساعد والدي على فيرم في المزرعة. نوزا فو دي زانيمو، احنا عندنا حيوانات، كوم دي فاش، كأبقارن، موتو اللي هو الخرفان، دي بولو فراخ. أبري أفوار نوري لي زانيمو، بعد إطعام الحيوانات. جي برون ان بوز، انا باخد راحة كده، بور مي بروموني دون شامب، لتنزه في الحقول. جي مبسيرفي لي ديفيرون بلانت، يعني ديفيرونت بلانت، انا جي مبسيرفي بحب اتفرج، يعني الاحظ اراقب النباتات المختلفة، اي انيمو الحيوانات، كي جو تروف سور مون شوما، اللي بلاقيها في السكة بتاعتي او على طريق. لو ديجينير توجور ان مومون سبيسيال لا كومباي، يعني الغداء لحظة مناسبة في الريف طبعا. نو مانجو توز انسومبل، بناكل كلنا سويا، نون فامي، في عائلة. جينيرالمون، عامة، دي بلا في ميزون، يعني اطباق معموله في المنزل، افيك دي زانغريديان فري، بمنتجات او مكونات طازجه، دو نوتر بروبر فيرم، من مزرعتنا الخاصه. ابريلو دي جوني، بعد الغداء، جي فيرم دوفوار، انا بعمل واجباتي، او جيلي ان ليفر، او اقرا كتاب، دون لو جاردان، في الحديقه، ان بروفيتون دو سولي، مستفيدا او مستمتعا بالشمس، اي لور فري، والهواء الطازج. اي انفون، واخيرا ابريمي دي، بعد الظهر، جي في دو ماتش دو فوتبول افيك مي زامي دو فيلاج، احنا بنلعب مباريات كرة قدم مع اصدقائي في القرية. نوزيمو اوسي، احنا بنحب كمان، اورجانيزي دو فات، يعني تنظيم حفلات، دو بارك باربيكي دون سواري، وحفلات شوية كده في السهرة. انفون، اخيرا افون داليغ مي كوشي، قبل ان اذهب للنوم، جي دانوري لي زانيمو، بساعد في اطعام الحيوانات، نوتر فوا، مرة اخرى، جي بروفيت دو كالم دولاني، وبستمتع بهدوء الليل لقراءة وسماع الموسيقى قبل أن أنام. ماكسيم، في الوثيقة دي ماكسيم بيكلمنا عن سكان الريف، ولا الهدوء في الريف، جو الريف يعني، ولا النمط اليومي بتاعه، ولا زيارته للريف. طبعا ماكسيم بيطعم الحيوانات دو فوا بار سومان، مرتين دو فوا بار جور، مرتين يوميا. او دي بودو ساجورني، في بداية يوم ماكسيم بيهتم بالحيوانات، بيتنزه في الحقل، بيلعب مباراة، بيقرأ كتاب في الحديقة، طبعا هو بيهتم، بعد الفطار بيطلع يهتم بالحيوانات شوية. بندو سيبرومونال، أثناء النزهة بتاعته ماكسيم بيلاحظ المجازان، المحلات والمطاعم، النباتات والحيوانات طبعا، السيارات والمباني، الحدائق والأمدنة، جمع ميدان، مدائن، مدائن. افون دي سي كوشير، قبل ان انام او قبل ان ينام ماكسيم بيستمع للموسيقى، بيعمل واجباته، بيلعب مع اصدقائه، بيشاهد التلفزيون، لا هو بيسمع موسيقى ويقرا كتاب زي ما هو قال. سي تان مومون سبيسيال على كومبانيا، الغدا بقى، الغدا ده لحظه خاصه كده، هو قال لي جينيرالمون لو دي جينير توجور ان مومون سبيسيال، لو بقى لو دي جينير ان فامي، الغداء في العيله طبعا، ولا التناول وقفه، ولا استمتاع بالطبيعه، ولا تنظيم حفلات الشواء، طبعا الغداء هو اللحظه.
Que prenez-vous au petit déjeuner? ماذا تتناول في الفطار؟ Lisez ces extraits. اقرأ هذه المقتطفات من منتدى على النت de l'école de مدرسة السنوية فيكتور هوغو à Paris في باريس. Loca بيقول pour moi بالنسبة لي le petit déjeuner et le repas le plus important de la journée. يعني الفطار بيكون الوجبة الأكثر أهمية في اليوم. Je ne peux pas commencer ma journée sans un pot poule. دو سيريال يعني فيغ دو جي دورانج، يعني ما اقدرش ابتدي يومي كده ببولة من السيريال من الحبوب وكوب من عصير البرتقال. اما ايما بتقول جي سو بليتو دو جينا غاسوتيغ، انا من احرى من النوع اللي هو بيعدي وجبة الفطار. جوني با فريمون فان لو ماتان، ما ببقاش جعانة في الصباح. مي كون جون برون ان، ولكن اما احنا بنتناول مره جيم بيان مونجي، بحب اكل دي تارتين خبز محمص وزبده ومربى. نيكولا بيقول جبران اون بيتي دي جينير سالي، انا بتناول فطار مملح شويه، بعشق البيض والجبنه وترونشات الخبز المحمص. ليه بتقول جي سوي فيجي تاريان، انا نباتيه. الور اذا الغداء بتاعي اي سوبون بيكون غدا، الافطار بتاعي بيكون مكون من فاكهه وزبادي، ده بيبقى خفيف مي سامي دون اسيد انرجي، ولكن ده بيديني طاقه لكي ابدا يوم. ماكسيم بيقول جي سوي ان غران اميتور دو بان كيك، انا عاشق للبان كيك في الافطار طبعا، وانا بصطحبها دايما معايا او باخدها دايما بالعصير وعصير والفاكهه الطازجه بور ان توش سكري بشويه سكر. يعني المنتدى ده يعني ايه؟ الغذاء المتوازن، الوجبه المفضله عند التلاميذ، ولا وجبة الصباح عندهم هي طبعا وجبة الصباح، ولا معاد الفطار. لو ما تاكل في الصباح إيما بتتناول فطارها، بتاكل أحيانا ترتين، بتتناول عصير، بتاخد دايما فطارها، بتتناول أحيانا، هي قالت إن أنا ممكن أقفز يعني ما أكلوش قد كده. في الفطار نيكولا طبعا بيحب الحاجات المملحة، سريال وجي ولا بيض وجبنة، هو بتاع البيض والجبنة ده، ولا فاكهة وزبادي ولا بانكيك وعصير. لو متى في الصباح اللي هي طبعا دي احنا قلنا انها نباتية، فهي طبعا بتتناول فطار خفيف، دي صحيحة، ولا تتبع نظام غذائي قاسي، ولا بتقفز بتعدي يعني الفطار، ولا بتكون جعانة، لا هي بتاخد فطار خفيف. ماكسيم باسيوني يعني عاشق للبانكيك طبعا، للعيش البانكيك هي بانكيك. هنا بران دو فروي، تناول الفاكهة الطازجة او دو بودو لجورني، مين بيتناول الفاكهة الطازجة؟ احنا عارفين ليا موجود، طب ليا ومين بقى؟ ليا كمان ليو ماكسيم، يبقى هي ليو ماكسيم اللي هي رقم 6. هنا او سوبر مارشي، في السوبر ماركت، فو فولي اشيتير دي زون، انت عايز تشتري بيض، كاسكو فو ديت، بتقول بروح قسم الفاكهه والخضروات، قسم منتجات البحر، قسم منتجات الالبان، اللحوم طبعا، احنا قلنا البيض بيتحط مع منتجات الالبان. فو بارلي دي فوز اكتيفيتي، انت بتتحدث عن انشطتك ان فاكونس، في الاجازه، كاسكو فو ديت، ماذا انت تقول؟ فبتقول طبعا انا باخد اجازتي في يوليو، انا بذهب لمزرعه عمي، انا بنتظر الاجازه بفارغ الصبر، انا متعب ومحتاج لاجازه، بذهب الى مزرعه عمي. فوتر كوبان، صديقك مونج بوكو، بياكل كثيرا من الجاتو، ماذا تقول له؟ انا سوف اشتري جاتو للحفله، انا بحب الجاتو بدون كريم، احنا بنضع تفاحتين في الجاتو، ده سيء للصحه. السؤال اللي بعده، فوتر بيتي فرير، اخوك الصغير فودي موندي بيسالك لبات المكرونه سيكوا هي ايه؟ كاسكو فوديت، ماذا تقول؟ سيتان بردويس سيريليير، انه منتج من الحبوب طبعا، من النشويات، ودي صحيحه، ولا ده منتج من منتجات الدسمه، ولا نوع من الجبنه، ولا منتج من الالبان؟
الجملة اللي بعدها رقم 17 vous acceptez une proposition la proposition انت بتقبل الاقتراح بتاع صديقك فبتقول له انا ضد الفكرة دي فكرة جيدة اجد هذه الفكرة غبية ولا افكارك معقدة او فكرتك معقدة انا بقبل يبقى هقول له فكرتك جميلة او سيتيم بون دي انها فكرة جيدة vous vous informez انت بتستعلم sur le prix d'un vêtement عن سعر ملبس qu'est-ce que vous dites فبتقول معاك عندك فستان منقط ولا الفيست ده بكام هي دي الفيست ده بكام ولا سيكل تاي تاروب يعني المقاس بتاع فستان بكام ولا ما سعر هذه الوشاح طبعا كلمة وشاح دي بتدخل في عالم الايه الاكسسوار مش عالم الفيتمون الاساسي Vous êtes venu de France. طبعا دايما احنا ما بنقوله verb venir زائد دولة تبقى تاخد دو تاخد دو ابوستروف تاخد دي ما تاخدش دو لا ولا دو الا ابوستروف فانا طبعا ايه انا هاخد دو على اساس ان الدولة دي مؤنث ودو بحرف ساكن. Le plus fort يعني تمطر بقوة je ne vois personne انا مش شايف حد في الشارع. الترجمة بقى انا لا ارى احد مش لا لم اعد ارى في الشارع ولا لا ارى شيئا في ابدا في الشارع وكلك شوز مستبعد عشان دي اثبات او دي جينات في الافطار جي مانج دي بواسون باكل سمك بواسون طبعا مذكر وهتاخد اداة التجزئة دي عندنا كور انجلي فاسيل كومبروندر يبقى حصة الفرنسا وشوف الحصة هنا مفرد يبقى سو اللي عرفني هو تصريف الفعل هنا فناخد بالي كويس من الحته دي بيان افون دو ريبوندر يبقى كومبرون بيان يعني افهم ليه لا كومبرون مش هتنفع عشان مش متصرفه معتي فكروا جيدا دي تمشي قول كتله الفعل الوحيد اللي متصرف في زمن الامر هنا هو بونسي فكروا اما كومبرون ودي دول متصرفين مع ال هو او هي يعني اما الكود ده متصرف في الامر هي صحيح بس متصرف في الامر بدون حذف الاس فيبقى كده متصرف مع تي مضارع مش امر فهستبعده عندي بعد كده بقى الجمله اللي بعدها دي بتقول ايه دوما غدا ولا ايه لا تيام تي دي بلاسيرافي يعني انت بتحب ليه انت بتحب يبقى بوركوا بوركوا لماذا انت تحب التنقل بالدراجة بقى ادوات الاستفهام طبعا من وما وماذا وما واي مش هيبقوا مناسبين في المعنى دوما غدا او شوف انا بقول مش مناسبين في المعنى فمعنى كده ان انا لابد اكون بعرف اترجم دوما غدا اون فا بارتير نحن سوف نرحل دوما بتدل على المستقبل يبقى انا عايز اقول ليه زائد مصدر فعل يبقى شوف التصريف المناسب مع ضمير اون اللي هو بيساوي ايل هيبقى ضاء ثم مصدر الفعل بارتير الاولى طبعا ماضي حديث هتبقى مستبعده رقم سي هتبقى ماضي مركب مستبعده اما الاخيره فدي تصريف المضارع من فيرب بارتير فدي مستبعده انا باكل لحمه طبعا كلمه لحمه اسم انا عايز حاجه فيها دو يبقى الوحيده اللي فيها دو هنا اوتون دو فالسؤال هنا بيبقى مريح شويه في المقارنه طالما في اسم انا محتاج للمقارنه هنا بدو انا بشتري منتجات كلمه منتجات دي جمع وجمع مذكر يبقى هختار سيرجلي لان هي الوحيده الجمع مذكر اما الباقي مؤنث فريش تازيجا لتير منتجات البن طبعا وشار يعني غاليه تيو انا احنا بناخد نوتر راكيت او نو راكيت نو طبعا عشان هنا جمع طبعا انا عملت اون هنا على انها نو لان لها مرجعية قبلها المرجعية بتاعتها اسم زائد مو او اي اسم زائد مو بيصد منه على طول تيبو مونجي تستطيع ان تاكل بيتزا فقال له مي ولكن قليل مي ان بو ولكن كل قليل مونجي ليه خدنا مونجي هنا اللي فيها اس وما خدناش مونجي اللي ما فيهاش اس طبعا احنا في قاعدة صغيرة خدناها لو تبع الفعل بالضمير اون او جريجو بزاد فيربا عليه لو تبع بجريج ففي الحالة دي براجع الاس اللي كانت محذوفة من الضمير تي ودي خدت قاعدة علينا في الوحدة الرابعة كده ايه بتذكرنا بيها طبعا هنا وسائل المواصلات ايه وسيلة المواصلات اللي انت بتاخدها وبتتنقل بيها وكده هقول له جي ام لو مترو طب اين تاخذ الوسيلة دي جي بران لو مترو على ستاسيون باخد المترو على ستاسيون في محطة المترو طبعا هنا فوزوي اسيست انت شاركت بحفلة تنكرية اكتب لنا الحفلة التنكرية برضو موجودة في المواضيع اللي عندكم وبعناية يا ريت بس نذاكروا المواضيع واحنا لسه قدامنا وقت كويس قسم وقتك ان انت كل يوم تحفظ موضوع
الموضوع ده كان يبقى من بدري، بس لسه قدامنا فرصة كويسة تحفظ فيهم الآيات. لو أنا لقيت إن طبعا في زمايلنا طلبوا إن أنا أشرح المقالي، لو في عندكم رغبة كاملة إن إحنا نشرحه فقولوا لي، وإحنا هنعمل حصة لايف مع بعض على القناة هنا، ناخد أسئلتكم ونجاوب عليها واحدة واحدة على أساس نبقوا مع بعض إيه لايف بإذن الله. أوكي، اكتبوا لي لو أنتم مرحبين بالفكرة دي وأنا هعملها. أرفار.